بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. النهاردة يا جماعة جايب لكم شقة الترا سوبر لوكس، شقة عريس وعروسة، مساحتها 145 متر. اول ما بنخش من باب الشقة بيجيلنا على اليمين حمام الضيوف، ده كده حمام الضيوف اهو، والتشطيب قدام حضراتكم، تشطيب الترا سوبر لوكس. الشقة اول سكن، لسه ما تسكنتش قبل كده. الشقة في الدور الاول بعد الفلل، ده كده شكل الريسبشن اهو، وده التشطيب، وفي عندنا بلكونة مع الريسبشن بتبص على الشارع. ده التشطيب كده قدام حضراتكم. نبدأ نخش هنا على طرقة التوزيع اللي بتودينا على المطبخ والغرف والحمام التاني، ده كده المطبخ اهو، مساحته ما شاء الله حلوة جدا. هنا كده عندنا اول غرفة، اول غرفة ما شاء الله مساحتها حلوة جدا اهي، دي الغرفة الوحيدة اللي بتبص على منور، والباقي الغرف التانية والريسبشن بيبصوا على الشارع. ده هنا كده الحمام التاني اهو، عندنا فيه كابينة شاور، شقة متشطبة العريس وعروسة. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. هنا كده الغرفة التانية، الشقة كلها جبسن بورد وبيوت نور واضاءات، سبوتات، ليد لايت، ما شاء الله كل حاجة متوضبة ومتشطبة بمزاج رايق. دي الغرفة اهي بتبص برضو على الشارع من هنا عن طريق الشباك الجيب ده. وهنا الغرفة التالتة برضو بتبص على الشارع، برضو نفس الشيء، كلها جبسن بورد، والخامات بتاعتها من اجود الخامات. بالنسبة لعداد الكهرباء، عداد الكهرباء موجود، عداد كهرباء جديد كارت. بالنسبة للغاز، الغاز على باب الشقة وخالص مدفوع تمنه وفي انتظار التركيب بتاعه، والتليفون الارضي برضو متقدم عليه وفي انتظار تركيب التليفون. العمارة كلها خالصة مصالحة، خالصة مصالحة نهائيا، يعني الشقة مفيش عليها اي حاجة ولا اي مديونيات ولا اي شيء. البلكونات والشبابيك عليهم حديد كريتال للحماية. الشقة عنوانها حدائق الاهرام البوابة التانية منطقة. الشقة مطلوب فيها 800,000 جنيه. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس حازم عبد الله.